في ليلة العيد البيت الكبير بيجمعنا مع نجم كل الناس بتحبه، نجم من طراز فريد، موهوب، ربنا خلقه موهوب، علشان كده الكورة في رجله بتكون مبسوطة. هو النجم أحمد الشيخ. كابتن احمد منورنا، اخبارك ايه؟ اتفضل. الحمد لله. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين. عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. كل سنه وانت طيب، منورنا يا احمد في البيت الكبير، وكل سنه وانت طيب ودايما دايما متالق. ايه رايك؟ لا ما شاء الله. اللي انت شايف ما شاء الله صرح كبير ما شاء الله، احنا مبسوطين جدا طبعا باللي احنا شايفينه ده في قناه نادينا، وحاجه تشرف بجد، وده اكيد انتوا ملاحظين والجمهور مبسوط جدا. ف انت ردود الفعل شايفها ازاي؟ الناس اللي بتكلمك واللي بيتواصلوا معاك. احنا كلعيبه مبسوطين جدا طبعا، والجمهور مبسوط بشكل كبير جدا، وده اللي احنا لامسينه فعلا، وكان لازم الفكره دي كانت من زمان، بس الحمد لله ان احنا حضرنا حاجه زي كده، صرح كبير زي كده، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله. منورنا يا احمد. منورنا النهارده. هنتكلم معاك كتير قوي وكواليس كتير قوي. بس قبل ما نتكلم معاك في تقرير بيرحب بيك. بيرحب بيك وليك وعشانك. كل سنه وانت طيب. نروح التقرير ونرجع مع نجمنا احمد الشيخ. احمد منورنا في بيتك الكبير، بس على فكره وانت داخل ما عرفتكش. انا قلت احمد نجعم نيو لوك ما شاء الله يعني. انا مش قصدي والله يا كابتن، يعني انا لما جت علينا طبعا فتره الكورونا ما كنتش بنزل اصلا من البيت، فطبيعي ان انا كنتش بروح احلق، ففجاه لقيت شعري طول، يعني حتى مراتي كل شويه طب احلق، طب انزل روح الحلاق، انا مش عايز انزل، مش عايز يبقى في اختلاط كتير. صحيح. كنت موسوس من موضوع الكورونا وقلقان القلق يعني والله ده. بص، هو كل شيء بقدر الله. لا ممكن ابقى قاعد في البيت وربنا يبتليني، بس احنا بناخد بالاسباب. كمان احنا عندنا مسؤوليه كبيره، يعني عندنا اهل وعندنا ناس كبيره طبعاً في العيله، عندنا اطفال بالظبط. فانا لو مش هخاف على نفسي لازم اخاف طبعا على الناس اللي معايا، فعشان كده لقيت فجاه سبحان الله، يعني قلت اخليها كده لحد ما نرجع ان شاء الله. وبعد ما رجعت بقى يعني ربنا كرمني كده في الماتشين اللي وديين، الناس كانوا مبسوطين والناس شايفين ان في لعيب جديد. بس خليك على جنب. قال لك اثبت. اثبت على جنب. انا خلاص انا مش هحلق غير لما ناخد افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لا ان شاء الله باذن الله. انت واحد من اصحاب المهارات العاليه وفعلا يعني صاحب كره حلوه. انت اصحابك اللي اكتشفوك مش كده؟ وهم اللي راحوا قدموا لك. كان عندك كام سنه وقتها؟ كنت تقريبا 9 سنين او 10 سنين تقريبا. مع ان باباك كوير كويس، انا عرفت تحت الهواء، لكن مش هو اللي عمل المبادره دي، اصحابك هم في ميدان مولد النبي عليه الصلاه والسلام. تقول لي بقى الحكايه نعرف الناس. لا هو الموضوع طبعا بدا من احنا يعني شباب بنحب الكوره، طبعا بنلعب كوره في الشارع، بنلعب في اي حته. فتقريبا كنت كل يوم. كنت ساكن فين يعني؟ كنت انا من بني سويف اصلا. منطقه الجزيره، بس كنت عايش في ميدان مولد النبي. اوكي. فكنا كل يوم لازم نلعب كوره طبعا بقى. طبيعي. حافين طبيعي عادي جدا. كله عدى على المرحله دي. فاصحابي بقى في المنطقه يعني سمعوا ان في اختبارات في مركز شباب عندنا، مركز شباب ده اكبر يعني مركز شباب الرياضي. الرياضي. اكبر مكان موجود في المنطقه بالظبط. فهم اللي راحوا جابوا لي الاستماره، كان الاستماره انا فاكر كان ب 3 جنيه، فكان طبعا ال 3 جنيه رقم برضو يعني، مش كنا لسه اكيد خدوها منك بعد كده يعني ما تضايقش يعني. لا ده هم طبعا ناس اهل منطقتي دول اليوم خير عليا كبير طبعا جدا طبعا. فانا عشان كده انا بحبهم والحمد لله لسه على تواصل معاهم طبعا، اول ما بنزل البلد لازم اروح لهم. فمن هنا بقى بدات ان انا اروح الاختبارات الحمد لله. اول ما رحت الاختبارات يعني كان ساعتها الكابتن احمد عبد الفتاح الله يرحمه هو اللي صاحب موجود. فضل عليك بعد ربنا طبعا كابتن يعني احمد. فضل كبير عليا بعد ربنا. كنت صغير 11 سنه تقريبا بالظبط.
فخدني، وكان كمان وقتها ما كانش فيه المواليد بتاعتي، يعني كنت مواليد اكبر مني. فالحمد لله قدرت انا اظهر بشكل كويس، وبدات بقى من هنا لحد ما رحت تليفونات بني سويف بقى وخدتها واحده واحده الحمد لله يعني. تعبت يعني. يعني نقدر نقول يا احمد انت اصلا ما كنتش في دماغك ان انت تبقى لعيب في الدوري او يبقى لعيب في النادي الاهلي او لعيب في منتخب مصر؟ يعني احنا مرينا بالمرحله دي واحنا صغيرين، ما كانش يعني كان في ناس عندها ده انا نفسي ابقى اكون، ما جاتلكش الفكره دي خالص؟ لا هكون صريح مع حضرتك، في الاول خالص لا، انا بلعب كره، انا بحبها، حاجه بحبها بلعبها. طب يعني امتى بقى حسيت ان انت لا امتى فعلا ان انا حسيت ان انا وكان ليا هدف وحطيت هدف قدامي بالزبط. وحطيت طموح ليا بعد ما ربنا وفاني ورحت تليفونات بني سويف. طبعا تليفونات بني سويف يعني نادي كبير وكان في الدوري ممتاز. فكنت بشوف طبعا بقى الفريق الاول، انا كنت في الناشئين، في مرحله الناشئين بشوف الفريق الاول في نجوم كبيره. يعني احنا جينا علينا فتره تليفونات بني سويف كان في عدد كبير جدا من لعيبه الدوري ممتاز واهلي وزمالك وعملاق المحافظه يعني بالظبط مع نادي بني سويف. فبدات من هنا بقى قلت لا انا لازم ادوس على نفسي عشان اطلع فريق اول واتشاف واظهر للناس. وده الحمد لله ده اللي حصل. قدرت ان انا بفضل الله مع كابتن محمد صلاح، كان هو اللي ماسك الفريق اول وصعد بينا الممتاز. قدرت الحمد لله، كان عندي 16 او 17 سنه كنت معاهم ان شاء الله. ما كنتش بشارك طبعا في مباريات كتير بس كنت متواجد معاهم يعني. يعني صعدت مع الفرقه للدوري الممتاز بس ما شاركتش بشكل كبير في ماتشات خالص رسميه. بس كون ان انا موجود دي حاجه كبيره بالنسبه لي وعلت وفرقت معايا دي حقيقه يعني. ومن هنا بقى بدات ان انا يعني الحمد لله ببص بقى في حلم عايز اوصل له. في بدا الدنيا بالزبط. بالنسبه لك بقى لا انا قادر وحلمي بدا يكبر معايا ووصلت يعني. اكتر فتره حاسس ان احمد الشيخ تالق فيها يعني، حسيت ان انت انا واصل دلوقتي لمرحله تمام. بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه برضه يا كابتن، انا في السن ده من سن 15 سنه تقريبا يعني كنت هموت والعب في نادي. طبعا انت عارف حضرتك عندنا البلاد اللي هي المحافظات بيبقى الموضوع صعب شويه، خاصه كمان الصعيد اللعيبه، في لعيبه يعني في مواهب كتير جدا بس طبعا ما بتقدرش، محدش يعرف عنها حاجه بالظبط للاسف يعني. ممكن دلوقتي ممكن دلوقتي التلفزيون والسوشيال ميديا والحاجات دي يعني احسن من الفترات اللي فاتت. فكنت اي حاجه اسمع عنها مثلا اختبارات نادي اهلي، اختبارات نادي الزمالك، اي حاجه مثلا في القاهره كنت بروح، كنت بركب مع نفس القطر كنت بركب مع نفس القطر كده واروح اروح اقعد استنى قدام النادي اختبارات واعمل اختبارات زي اي لعيب. وكنت كان نفسي يعني كان نفسي دي كان كانت فتره صعبه عليك يا كابتن جداً. احمد جدا يعني كنت بقى لفيت على انديه مصر كلها تقريبا فعلا وكان عندك كام سنه ساعتها يعني لفيت يعني رحت اختبارات الاهلي والزمالك ولا لفيت 16 سنه وكان في كمان فتره طب وكنت بتترفض طبعا بتترفض ليه؟ بترفض مش عارف، ممكن ما بيبقاش في فرصه الاختبارات عموما يعني بتبقى تقسيمه و20 لاعب بيلعبوا وكله بقى بيجري ورا الكوره. فاكر انت ابرز المدربين اللي شافوك وقالوا لك مثلا مالكش فرصه ودلوقتي بقيت بتقابلهم؟ لا هم عندنا في البلد يعني عندنا في البلد في البلد اكيد بقى بتبص لهم معدي فاكر يا كابتن لا مش فاكر، هو كله طبعا كل مدرب بيبقى ليه وجهه نظر بالظبط. وممكن الفتره دي انا اكيد كانت ناقصاني كل واحد ليه توقيت اكيد طبعا ربنا مقدر للواحد وقته هو هتجيله يعني. فترة مصر المقص اعتقد من الفترات اللي يعني عملت فيها طبعاً. شكل كويس قوي 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 والكابتن طبعا ايهاب جلال اعتقد كان ليه بصمة عليك على المستوى النفسي وعلى المستوى الفني كمان يعني. احكي لنا الفترة دي عدت عليك ازاي؟ الكابتن ايهاب يعني هو بالنسبة لي مش مجرد مدرب، لا هو يعني زي والدي بالظبط مش كلام يعني ليه فضل عليا كبير جدا جدا جدا. من هنا السنة الجاية مش هقدر اديله حقه بصراحة يعني يعني افادني كتير جدا، استفدت منه كتير وتعلمت منه حاجات كتيرة جوه الملعب وبره الملعب. نفسيا بيتعامل معايا مع اللعيبة كلها صراحة يعني بس معايا انا خاصة يعني حتى اللعيبة كانوا بيقعدوا ابوك ابوك ده ابوك صح بالظبط. فانا بصراحه بحب النوعيه دي من المدربين وفي لعيبه يعني
محتاجه الحاجات كده، يعني الحاجات اللي زي كده يطمنهم نفسيا يعني. بالظبط نفسيا يعني هو اللعيب اصلا، اللعيب المهاري عموما او اللعيب اللي بيحب الكوره او اي لعيب عموما لازم تتعامل معاه يعني كمدرب، لازم نفسيا يكون اول حاجه بالظبط، يكون واحد مهيئ نفسيا ان هو عشان يدي في الملعب. دي حاجه رقم واحد ونبي في كل الشغلانات كده برضه. بالظبط والله مش في الكوره بس، لا مهم كمان في الكوره عشان يمكن احمد كمان مهم جدا، لان اللعيب يبقى تحت ضغوط كبيره جدا. بالظبط، والضغوط ديت لما بشكل من الاشكال اللعيب عنده ضغوط في الملعب، عنده ضغوط اسريه، عنده ضغوط فنية، فهو لو المدرب ما اشتغلش مع النقطه ديت مش هطلع منه حاجه. بالظبط، يعني دي نقطه مهمه جدا. انا عارف ان ايهاب جلال بيشتغل عليها بشكل جداً كويس، وسامع كمان ان فايلر بيشتغل عليها بشكل كويس، يعني ممكن بالظبط انا في حوار بينك وبين في الكلام فعلا كنت لسه اقول لحضرتك ان مستر فايلر يعني شبه كابتن ايهاب شويه يعني مع اللعيبه كلها بصراحه، يعني قادر ان هو يتعامل مع اللعيبه كلها، عارف كل لعيب مدخله ازاي، وهو ذكي جدا في الحته دي. فنرجع تاني لكابتن ايهاب بقى عشان بصراحه لازم اديله حقه، مع طبعا مع جهازه الفني طبعًا. كابتن حمد وكابتن جمال عمر ومجلس اداره المقاصه وكابتن مصطفى كمال، الناس كلها مش عايز انسى حد. الناس دي بصراحه يعني في الفتره اللي انا رحت فيها المقاصه اشتغلنا بشكل كويس جدا. كان عندك جدا. كم سنه يا احمد؟ كان عندي 20 سنه وقتها، 20 21 سنه. اول سنه ليا في دوري ممتاز مع بشارك يعني بشكل مستمر. الصفقه دي تمت ازاي؟ صفقه مصر المقاصه من بني سويف لمصر المقاصه ازاي؟ المقاصه انضمام احنا طبعا لما كنا في الدوري الممتاز تليفونات بني سويف كان وقتها الكابتن ايهاب جالنا في نص الموسم. كان ساعتها مسكنا الكابتن احمد شعبان، ده من ابناء تليفونات بني سويف، وجالنا الكابتن ايهاب بقى في يناير واشتغل معانا لحد اخر السيزون، كنا ماشيين بشكل كويس جدا. وبس للاسف طبعا يعني نزلنا درجه ثانيه في ماتش، لعبنا ماتش فيصل ومع نادي الرجاء ونزلنا درجه ثانيه. بعدها ب 20 يوم تقريبا كابتن ايهاب راح المقاصه، راح المقاصه فبقى الموضوع بقى اختلف يعني. فرحنا ثلاث لعيبه، انا واحمد سامي واحمد مسعود وبس. احنا الثلاث لعيبه رحنا احمد المقاصه. سامي كان معاك كان معايا في التليفونات وبعدين بعد ما نزلت احنا رحنا كده شروه واحده كده مع بعض عشان ايهاب عارفكم يعني. بالظبط يعني كابتن ايهاب طلبنا اول ناس نبقى معاهم. تمام، فبس الصفقه تمت، كنا تقريبا احنا الثلاث لعيبه رحنا مليون جنيه او وتالقت في مصر المقاصه واحرزت ثمان اهداف ويعني عملت برضو شغل كويس شفت لا لا, لا ما شاء الله عمل شكل كويس قوي وكمان كان امسك الخشب كان احمد كمان ظهر في مصر المقاصه، اعتقد كان حسين بيلعب، انتوا عاملين جبهه حسين عاملين جبهه مميزه جدا افتقده بصراحه بتمنى له الشفاء طبعا، ربنا يشفي يا رب ويرجعه بالسلامه. لا حسين اللعيبه هو اصلا مش باك رايت، يعني هو عمره ما لعب المكان ده، هو سبحان الله كابتن ايهاب كابتن ايهاب في السنه دي اللي هي ثاني سنه في لعيبه يعني عندنا مثلا احمد داوده عمره ما لعب نص ملعب، كابتن ايهاب وظفه ان هو يلعب في نص ملعب. طب يا كابتن ازاي هتلعب نص ملعب؟ وفعلا احنا بعد كده بعد لما لعبنا ماتشات ودخلنا بقى في جو الماتشات وكده، لا في فرق فعلا، هو قاصد حاجات معينه، قاصد ان لعيبه الكوره تكون في نص الملعب كتير، تمسك كوره، وده اللي كان بيحصل. هو بيحب لعيبه الكوره بالظبط، تطلع الكوره كوره حلوه ما فيش كوره طبعا يعني نعم. كان بيخلي ضربه المرمى ما تتشطش يعني بنلعبها نطلع بيها، لو حد شاط الكوره بهدله والله العظيم بجد. لا هو طبعا ايهاب مدرب كويس. انت كمان يا احمد مع ايه البوزيشن اللي ممكن يعني احنا عارفينك طبعا بتلعب طرف يمين وطرف شمال، كابتن ايهاب موظف ما شافش في احمد الشيخ ممكن يتوظف في حته تانية في نص الملعب مثلا، يعني لو في طريقه 4 3 3 ينفع يلعب 8 اللي هو بوكس تو بوكس، انت عندك امكانيات مهاريه كويس قوي، ممكن الامكانيات الدفاعيه وانا هتكلم معاك فيها يمكن عايز تشتغل عليها، لكن ما جربتش او ما شفتش مثلا في تمرين انك ممكن تلعب 8 في وسط الملعب اساس تكمل بشكل كويس. هو الـ مع كابتن ايهاب لا ما جربتش الحقيقه، بس مع مستر فايلر جربني فيها فعلا. يعني ماتش ودي فيها ولا ماتش بينا اول ما رجعنا عملنا ماتش بينا ميكس عملنا ميكس كده بينا وبين بعض. لعبت 8 والحمد لله، هو اتفاجئ اصلا من يعني فعلا. طريقه الدفاع بتاعتي
انا انت بتعرف يعني تدافع بقى يعني والله العظيم بجد يا جدع انا بعرف ادافع جدا يعني جامد جدا يعني لو في احصائيات كابتن ايهاب كان بيعملها لنا بعد كل ماتش يعني بفضل الله كنت من اكتر الناس اللي بقطع الكرات بس طبعا الناس واخده يعني الناس واخده شكل الدفاع بشكل مختلف بالظبط بالظبط خاصه كمان يعني احنا ممكن في المقصه كنا بنهاجم كتير فالكره معانا كتير فالدفاع بيبقى مش دايما بندافع كتير وكابتن ايهاب كمان كان بيلعب بطريقه مختلفه كنا بنلعب 3 نص ملعب فشويه رقم 8 ده بيغطيني شويه بيبقى في كفرنج عليك شويه لان هو بيقول لك نص الجناح ما يرجعش لغايه الباك هو بيخلي واحد 8 بالظبط 8 هو اللي 8 هو اللي بيروح يقفل بالظبط كده بيسيبك اول ما الكره بنقطعها على طول في بقى 3 ايه وحوش قدام بيطيروا حسين الشحات بقى كان بيسيبك تدافع لوحدك حسين اصلا يعني عايز اقول لك ولا انا هو اللي هو معانا على التليفون عشان يقول الو احمد الشيخ انا اللي بخليك تهاجم احمد مش عايز اقطع حبيبي الشيخ احنا اجابه واحده الشيخ حبيبي بس احسن لسه والله هقطع فيك دلوقتي لسه هيبدا حسين منورنا يا حبيبي حبيبي يا كابتن ربنا يخليك يا رب عاملك يا ربنا يخليك لسه كنت بتكلم مع احمد بقى الجبهات بيسيبك تطلع ويعني الراجل لسه كان بيتكلم عليك بكل خير لسه بيقول كان بيدلعك صحيح وهنا برضو جايب سيرتك كتير مظبطك برضو عامل ايه عامل انت ايه كويس كله تمام الحمد لله والله انا في الشارع والله يا جماعه فتلاقي الصوت بقى بايظ ما صوتك متغير عن الاستوديو خالص انا في الشارع الشارع بقى طيب الله يخليك بتقطع فيها يا شيخ ما اقدرش انت عارف يا جماعه قول لنا يا حسين تقول ايه لاحمد تقول له ايه تقول لي طبعا زميلك ومشوار طويل جدا مع بعض شيخ حبيبي يا كابتن والله يعني نقابل مقصه واحنا طالع عينينا مع بعض يا كابتن والله يعني الشيخ لعيب كبير يا كابتن وزي ما انا كنت معاك قلت لك الشيخ لعيب كبير والشيخ يفادى لاي مكان هو فيه لعيب كبير بيعرف يجيب جول سواء برجله سواء بدماغه سواء مهاره سواء اي حاجه الشيخ لعيب كبير احمد الشيخ يشبهك في ايه يا كابتن حسين سواء في الملعب او بره الملعب جدعنته حبيبي يا سهل بره الملعب ايه؟ ما انا بقول لك بره الملعب جدعنته بلعب الكوره بقى كل الكوره بقى كل واحد بقى عشان بظبطه سمعت دي ولا لا؟ اساله يا كابتن انا عامل له كور كتيره والله بس انا عشان بظبطه وبعمل له كور لا كتير لا شيء كتير شيء كنت انا وهو جابها واحده ما كنتش حدش يعرف مين فينا الباب ده حقيقه انا اتفرجت كتير على ماتشات المقصه كان بشوف ان حسين طالع وينج رايت عمل لي جوال كتيره جدا في فتره المقصه بصراحه هو وانا بديله والله كور كتيره بس هو اللي بيضيع هو اللي بيضيع بقى شفت بقى انت مالكش دعوه فاكر العارضه كان كل شويه مثلا خلاص هيجيب جول في العارضه اكتر والله العظيم اكتر من 5 كور بجد في حوالي 10 ماتشات في العرض يا ابني طب انت حاجه يا ابني انت عليك ند والله يا كابتن في المقصه انا كنت بنشف العرض بس اول سنه دي في المقصه ما بيعملش حاجه ان هو ينشف العرض وايه بقى كابتن في العرض في الناحيتين غريب بتترد في العرض هنا والعرض هنا طب يا حسين عليك ند يا حبيبي عليك حاجه اذبح اعمل اي حاجه طب غمض عينك وانت بتشوط يمين تخش بص على الجول اليمين وبالشمال كله في العرض في العرضتين العرض اللي هو تيجي في العرض وتطلع وماشي على خط الجول اول سنه دي فعلا كانت غريبه اول سنه دي كانت غريبه بس الحمد لله ربنا فتح عليك بقى فكيتوا العمل بقى ازاي ما اعرفش والله دبح حد من عياله بعد الشر لا منورنا يا حسين ودايما عايزين بقى نشوف ان شاء الله قريب بقى الدويتو دوت نشوف حسين ونشوف الشيخ مع بعض باذن الله لان التحديات اللي جايه كتيره جدا يا حسين واحمد عارف الكلام ده كويس المشوار مشوار الدوري بالرغم ان احنا متقدمين بنقط كتيره لكن لسه ما خلص وكمان بقى الاكبر الجائزه الكبرى زي ما بنقول افريقيا ان شاء الله افريقيا باذن الله نقدر نحقق باذن الله ربنا معاكم يا كابتن شكرا ليك بالتوفيق شكرا ليك بالتوفيق ليك من مصر المقصة للأهلي في 2015 كلمني عن الفترة 6/8/2015 6/8 انا فاكر اليوم ده 6/8/2015 2015 يعني بعد كام يوم هتحتفل بالذكرى دي ان شاء الله ان شاء الله كلمني عن المفاوضات دي تمت ازاي لا الموضوع كبير جدا الموضوع بدأ الاول طبعا
بدأ في شهر واحد أول سنة ليا في مصر المقاصة، كنت الحمد لله ظهر بشكل كويس. بدأ الأول كان نادي الزمالك هو اللي بتفاوض معايا، وبعدين حصلت لي يعني حصلت لي إصابة، وبعد كده هم يعني شافوا إن خلاص يعني وجهة نظر إن أنا ما مش محتاجيني يعني. فالحمد لله رجعت من الإصابة وقدرت إن أنا في آخر ماتشين كان واحد ضد الزمالك ومنهم يعني من الماتشين دول، وكان واحد ضد اتحاد الشرطه، فالحمد لله ربنا وفقني وقدرت ان انا اظهر بشكل كويس جدا قدام نادي الزمالك. فالموضوع بدا بقى بعد كده يعني بعد بعد الدوري بالظبط. بعد الدوري بقى النادي الاهلي اتكلم معايا الاول، هل عندك رغبه؟ قلت لهم طبعا يعني من غير تفكير. فكلموا طبعا اداره النادي في المقصه، اداره محترمه جدا اللي هو محمد عبد السلام والاستاذ محمد مجد. طبعا اتكلموا معاهم، وكنت انا لسه يعني لسه اصلا اول سنه ليا في المقصه، فالناس يعني ماضي 5 سنين. فالموضوع طبعا هيكون صعب اكيد، عايزين يستفيدوا مني ماديا لو موافقين. فالمفاوضات خدت فتره كبيره جدا طبعا بقى، مع مشاكل مع قصص يعني، ما خدت وقت طويل علشان كمان انت لسه اول سنه رايح، الناس عايزه تستفيد منك. انت لو خدوا مني سنتين ثلاثه، هم كمان يعني كانوا بيتكلموا معايا ان لا طب هم بص لك عايزين تطلع بقى. عايزين بالظبط. هم عندهم يعني فكر احترافي شويه، ان لا احنا بنجيب اللعيب سنه صغير بننجمه بيظهر معانا ونستفيد منه بقى، وان هو يطلع بره مصر يعني. فهو هو ده كان فكرتهم يعني. بس طبعا انا يعني انا قصرت عليهم، هم بصراحه يعني بجد يعني انا ليهم فضل عليا كبير بعد ربنا طبعا ان انا موجود في النادي الاهلي. فمش هقدر عليهم بقى كلام، لا يعني الضغط الطبيعي اللي هو الطبيعي يعني. انا نفسي طبعا وحلم، مش حلم لاحمد الشيخ بس، ده حلم اهل احمد الشيخ وحلم بلد احمد الشيخ كلها، اصحاب يعني اصحابي المؤمنين بيك. انا عايز يعني عايز اقول لكم اليوم اللي دخلت في النادي الاهلي البلد كلها يعني فرح بجد يعني. احنا بني سويف يعني بفضل الله الواحد هناك يعني الحمد لله رب العالمين محبوب، فالناس كلها يعني مكالمات والناس مبسوطه يعني. كل يعني الاسره كلها اهلاويه ولا في الاسره في حد ينتمي؟ الاسره كلها اهلاويه بس العيله في زملكاوي. اوكي لكن الناس كلها فرحت لك اكيد. بالظبط. وليا اصحاب يعني، ليا اصحاب اقرب ناس ليا فيهم منهم زملكاويه طبيعي يعني. بالظبط. بس هي في الاول وفي الاخر كل واحد وميوله، كل واحد شايف الخير فين، فبيتمنى الخير لصاحبه يعني. طب احنا هنعمل لك اختبار متعودين نعمله يعني اختبار صوت. انا اختبار صوت انت عارف. وانت هتقول الو. الو الو، نسيت صوتي. يا استنى بس اتكلم تاني كده. استنى بس. لا انا مش محمد فؤاد عشان تعرفني من حمدي المرغني. ايوه المرغني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. ازيك يا سلام؟ اخبارك ايه؟ ازيك اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. سنه وانتم طيبين. مبروك عليكم التطوير كله زي ما متعودين دايما في الصداره ان شاء الله، وبالتوفيق يا رب وتسهروا الدنيا اكتر واكتر. الله يخليك. الله يخليك. قول لي هتعمل ايه بكره بس يا حمدي الاول. بكره ان شاء الله الطقس الجميل بتاعنا ان شاء الله ربنا يقدرنا كده بالاضحيه الصبح. بعد كده ناكل الكبده بتاعت الاضحيه. ايوه. اهم حاجه بس ابعدوا عن كابتن احمد الشيخ. لا لا ابعدوا عنه. لا كل سنه وانت طيب يعني، عيد سعيد عليك وعلى كل الاسره كلها، وان شاء الله باذن الله تكون دايما في اعياد. عايز تقول ايه لاحمد؟ ايه مش سامع؟ تقول ايه لاحمد؟ ما تقطعش بس. احمد اخويا وحبيبي احمد الشيخ بعيد، انا هتكلم بعيدا عن الكوره لان ما شاء الله بتحكي لنا كل حاجه على الكوره. احمد على المستوى الشخصي من الشخصيات الجميله. احمد ابن بلد، جدع، سباق بالخير دايما يعني. احمد في اي مناسبه اي حاجه هو لو هو بيسال ما بيأثرش، عنده الحتت دي. ربنا يزيده يا رب من نعيمه، وانا يعني يزيده من حب الناس ويحقق له حلمه اكثر واكثر. احمد هو عارف، هو عندي احمد من صحابي الجدعان. احمد الشيخ من الناس المقربين، وبتمنى له التوفيق يا رب. وهو عارف بقى، بقول له يلا خلص برنامج والدنيا تفتح وتعالى نتقابل.
ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يكرمك يا حبيبي. حبيبي يا محمد وبالتوفيق يا رب. ربنا يخليك يا حبيب قلبي، شخصيات محترمه جدا و... مرغني شخص بحبه جدا جدا يعني، بس ملوش في كره، شكله كده ملوش أو مش قوي يعني حسيت انا في بعيد شويه عنك. هو بعيد طبعا والله، شغله ما بيلعبش كره خالص بحكم شغله الموضوع بالنسبه له، ربنا يعينه وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله، واشوفه كده متالق دايما. بس علاقه يعني نجوم الفن بالكره يا حمدي دي من زمان مش من دلوقتي. والله دايما اصحاب في حاجه. هي ليه هقول لك يعني، هي لان بنبقى سهل مثلا انا بحب احمد الشريف كلاعب او هو بيحبني كمستر، بنبقى سهل نتعرف اكثر من يعني، بيبقى عندنا وسيله تواصل اكثر مثلا مع حد من الجمهور ممكن يكون نفسه يتعرف على احمد الشريف بس هو مش قادر غصب عنه يعني لغه التواصل. انا مثلا خلاص بحب كابتن عم، بحبه فلان وعايز اوصل له، فسهل من مقربين من اصدقاء، من بنتقابل في اماكن كتير عامه، في افراح جماهيرنا، في حاجات سهل ان احنا نتلاقى يعني. هو بقى شبهك في النيو لوك الجديد ده، مش هتكتشفه؟ لا معقوله بيت امور زي لا ازاي بقى ما حدش يعلي عليك يا حمدي. الناس بيقولوا لي فعلا انت بقيت شبه حمدي. بقول لهم يا جماعه لا حمدي احلى بكتير يعني، انتوا بتهزروا اكيد. لا يبقى اكتر سنه بقى كمان، وتعالى مثل المكان. اقدرش. طب حمدي ما بتلعبش خمازي كده مره يعني ولا ثلاثي حتى؟ مفيش. والله بروح اعلق وبالعكس يعني، اصحابي اصلا مقربين يعني اسس ربيع توته كلهم بيلعبوا كوره كلنا بنتجمع. بتتجمعوا تلعبوا خمازي؟ لا بس بتتابع له اكيد ماتشات يعني. ولا لا؟ لا طبعا. لا لا بس قول الحقيقه يا حمدي. لا لا والله بتفرج يعني، والفتره دي كلنا ما ورناش حاجه غير الفرجه يعني، قاعدين قاعدين صح. لا بتفرج والله في العاب يعني، وانا يعني عشان انا دايما اطلع بصراحه اقول انا ماليش في الكوره قوي وبتاع، انا ماليش قوي لان كنت زمان متابع وجات فتره كده فصلت، فبخاف اقول ان انا كروي فيسالوني عارفه الاسئله، طب مين اللي بيلعب يحرجوك. ما كنت عايزه اسالك ايه اكتر ماتش عجبك لاحمد الشيخ، بس يعني حاسه بيه بس انا يعني انا من خلال برنامجكم بقول لا اهلاوي، انا مراتي اهلاويه من يوم ما اتولدت هي عضو. فعلا اسراء شبابها ربنا كرمني وعملها. وانت اكيد اهلاوي، انا عارف انت اكيد اهلاوي. انا عضو في النادي يعني. ما طبعا طبعا ماشي. لا اهلاوي يعني، ودي اول مره تقريبا اقولها، انتوا وقعتوني في الكلام. لا خلاص اتاخدت خلاص ليله العيد. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا حمدي. وانت طيبين. سلامنا الاسراء. كل سنه وانتم طيبين. بالتوفيق يا رب، ودايما قناه الاهلي كده في الصداره ان شاء الله. شكرا ليك. نورتنا. نورتنا. طيب حبيبي يا جميل. جميل. شخصيه جميله جدا. ليك اصحاب كتير من الوسط. مين تاني من الوسط الفني من اصحابك يعني؟ لا في كتير، في كريم عفيفي وفي اس الشله بتاع مسرح مصر، الشله كلها بتاعت وعلي ربيع كلهم ناس زي محمد عبد الرحمن توتا. لا كلهم صراحه يعني. ما تيجي نعمل ماتش معاهم احمد فهمي؟ يلا. هم بيلعبوا والله. احنا بنتجمع. امتى طيب؟ بنتجمع كده، بيتجمعوا كل فتره مثلا لو في اجازه. طيب بيروحوا يلعبوا بتاع، انا اوقات بروح اتفرج عليهم واقعد اضحك بقى. اللعب كله جميل يعني. لا هم ظراف جدا ولذاذ جدا، وعاملين حاله حلوه. حاله حلوه جدا ما شاء الله عليهم يعني، ربنا يوفقهم كده واشوفهم باذن الله في اعلى الاماكن يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. دخلت بقى النادي الاهلي يعني. خلاص مفاوضات كتير قوي، وكانت الانفاض راحه جايه، وكان مصر المقاصه بيشايفك ان انت لا انت بالنسبه لهم انفستمنت كويس، هتطلع في اوروبا ويجيبوا فلوس. خلاص النادي الاهلي، دخولك النادي الاهلي واول لقطه ليك في النادي الاهلي، احكي لي. عايز اقول لك يا كابتن، انا قبلها بيومين ما بنامش يعني، قعدت يومين والله بجد ما بنامش، بفكر بقى خلاص الموضوع، انا مش مصدق ان الموضوع خلص. وبفكر بقى طب انا هعمل ايه؟ معقول انا هدخل النادي الاهلي بقى؟ اللي انا بشوفه طبعا في التلفزيون واللعيبه والكلام ده كله، فمش بالظبط في رعبه مش طبيعيه يعني. لكن اول ما دخلت النادي والله بجد يعني، ما كنت حاسس ان انا طاير يعني، حاسس ان انا كده في حاجه غريبه والله العظيم بجد، مش ببالغ يعني. لحد بقى ما رحت دخلت اوضه اللبس، استقبلني بقى عم حارس اول واحد. حارس طبعا. اول ما لقيته جاي لي كده جايب اللبس بتاعنا والله. لا بجد يعني. لا لا تاريخ جوه النادي يعني. وفي ناس كتيره طبعا يعني، طبعا مش متعارفين بالناس عارفاه، لكن لا في ناس كتير قوي من عمال ومدربين مش معروفين، بس لا بيتعبوا معانا جدا، وهم بيكونوا سبب
في اي بطوله احنا بناخدها يعني. دي حقيقة. طب النهارده كان عندكم التدريبات الساعه 9 ونص بدري. احنا صايمين. والله كنت صايمه النهارده. قدرت تعمل الاثنين؟ طبعا. طب الحمد لله. طبعا. في بقى يعني عدد من اللعيبه كده سالناهم عنك في التدريب ده، خلينا نشوفهم ونرجع تاني. اتفضل. والله يا احمد الشيخ انا اعرفه من 6 سنين، لعيب محترم جدا ملتزم جدا، وخاصه في الحته بتاعتي اللي انا شغال فيها. يعني انا شغال في اخصائي تاهيل، هو لما بيتصاب اصابته مريحه جدا، مفيش اي مشاكل خالص، مريح في مواعيده، مريح في التزامه بالتعليمات اللي انا بقول له عليها يعني بصراحه. وبعدين انا ما شفتش اي مشاكل خالص بينه بين اي لاعب زميل في خلال الفتره اللي انا عايشته فيها. ربنا يوفقه، هو بادئ بدايه ان شاء الله السنه دي موسم كويس، بدا معانا فتره محترمه يعني، وانا شايف ان ربنا هيكرمه ان شاء الله السنه دي وهيعمل الموسم كويس باذن الله. الشيخ طبعا من الشخصيات الجميله جدا يعني، ووحشني والله العظيم النهارده، وبتمنى له طبعا يعني النهارده تكون حلقه مميزه وحلقه جميله، لانه من الشخصيات الجميله ومن الشخصيات اللي قريبه مني، وانا على مستوى الشخص بحبه جدا. بتمنى له التوفيق طبعا الفتره الجايه يعني، كمان ببارك له على المستوى اللي ظهر بيه الفتره اللي فاتت دي، ما شاء الله عليه يعني، كان عالمي. فان شاء الله كده مزيد يعني تالق باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. احمد الشيخ من اللعيبه المهمه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لنا احنا كلاعيبه، طبعا لعيب كبير طبعا ولعيب صاحب امكانيات كبيره جدا، كلنا بنثق فيه، كلنا بنحبه هنا، وبصراحه الراجل محترم جدا وشخصيه محترمه، وبيلعب بيأدي بيظهر بشكل كويس، ما بيلعبش بيبقى بعيد فتره يتمرن بشكل كويس. عمر احمد الشيخ ما عمل مشكله مع حد خالص، بالعكس شخصيه محبوبه جدا وشخصيه محترمه جدا، واحنا كلنا بنحبه طبعا. واجتهاده في التمرين طبعا ووجوده في التشكيل الاساسي ده بيدي الفريق طبعا ثقه اكبر، وبيدي الفريق حافز اكبر، وبيبقى اضافه للفريق. فاتمنى التوفيق ليه الفتره اللي جايه ان شاء الله. هاي محمد شيخ، هاو ار يو؟ All good. Yeah, you are a good player. You must to play for all team. You are a good player, and I tell you all the best. You are my brother. أحمد الشيخ طبعا حابب أوجه لك كلمة، معلش بقى بوجه لك وأنا قاعد دلوقتي لأني مصاب، بس حابب أقول لك إن أنت من الإضافات الكويسة معنا في الفرقة ومن اللعبة المجتهدة في التمرين وفي الماتشات. بقول ربنا يكرمك يا رب إن شاء الله كده الفترة الجاية دي تبقى حاجة كويسة لينا كلنا، تقدر يا رب تفيدنا في الملعب كده بإذن الله بمهارتك ومستواك اللي انت شغال بيه ده إن شاء الله الفترة دي. ربنا يكرمك يا حبيبي كده، وتبقى سبب سعد لينا إن شاء الله في الملعب كده، وتفضل تخسر في التقسيمات مني كتير. حبيبي يا شيخ ربنا يكرمك ويوفقك كده يا رب، ويبقى معاك الفترة الجاية ديت ومعانا كلنا بإذن الله نقدر نحقق البطولات للنادي إن شاء الله. ربنا يكرمك يا شيخ. بمسي على أحمد الشيخ النهاردة في الحلقة، أتمنى يبقى ضيف خفيف عليكم وجميل. أحمد الشيخ من اللعيبة كويسة والمهارية، علاقتي بيه علاقة كويسة ومحترمة، يعني لعيب كويس وإحنا بنحبه، واتمنى له التوفيق في النادي الأهلي وتكون حلقة كويسة إن شاء الله. بالتوفيق. ياسر بيقول لك ياسر بيقطع فيها، خدت بالك؟ هو خلي بالك يا كابتن، انا بكسبه كتير لكن هو قال كلام غير ده. لا هو عشان كسب تقسيم اخر تقسيمه، فطبعا هو اخر حاجه هي اللي بتعلم. يعني اخر حاجه اللي بتعلم مع الناس هو برده اللي بياخدها خلاص. لا ياسر حبيبي شخصيات كلهم شخصيات وديانج شكله بيحبك. هم تقريبا جابوا اقرب ناس ليا في الفرقه، دول يعني بجد اخواتي، مش بس احنا زمايل في الملعب او في الفرقه بس، لا احنا كلنا في النادي الاهلي عموما كلنا اخوات، وكلنا يعني بنستنى نتجمع في المعسكرات او ماتشات عشان بنحب ان احنا نقعد مع بعض فتره كبيره جدا. دي نقطه مهمه جدا نتكلم فيها كمان. انا شايف يا احمد ان الدريسنج روم، غرفه ملابس النادي الاهلي، ليها طابع خاص، كمية الحب، ومن أول ما تخش بتقول العامل ده بقى له 30 سنة هنا، وده بقى له 20 سنة هنا، ولسه بتقول لي على التأهيل. كابتن طارق عبد العزيز طبعا، يعني شخصيات المحترمة جدا وشخصيات المجتهدة، يعني بصراحة تعبان معانا جدا هو كابتن نجار الفترة اللي فاتت يعني. في الناس اللي زي دي زي ما أنا قلت يعني، في الناس الجمهور عموما ممكن ما يكونش واخدين بالهم
من المدربين دول او الناس دي، لكن لا الناس دي لازم تاخد حقها. الناس دي بتتعب معانا جدا، بيكونوا سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان هم يرجعوا اللعيب. محدش يعرف انهم حاجه بالظبط، لان هم يعني مش ظاهرين قوي للكادر يعني ولا السوشيال ميديا. هم شغلهم ان اللعيب لما بيكون مصاب بيشتغل معاهم، فبيقدروا ان هم ياهلوا اللعيب لحد ما بيرجع يقف على رجليه بفضل الله طبعا، وبالظبط وبينزل الملعب يعني. طيب. فلازم ياخدوا حقهم. لا طبعا أكيد. احنا معنا فاصل صغير جدا، من بعده مكملين في البيت الكبير. تفضل. اهلا بحضراتكم مره تانية، وبنرحب تاني بنجمنا الكبير في البيت الكبير كابتن احمد الشيخ. منورنا حبيبي يا كابتن. انا مبسوط والله ان انا موجود معاك والله العظيم. احنا مبسوطين كمان يعني، والناس مستنيه يعني، دي ليله العيد واحنا قلنا بنعيد مع نجوم كبار. لا والناس فعلا الناس بتحبك جدا، وجماهير النادي الاهلي بتحبك جدا ومنتظره ان شاء الله منك يا رب. دي لانك موهبه بصراحه يعني، انت فعلا موهبه كبيره، وان شاء الله يعني نشوف الموهبه ديت كسبنا الدوري وكسبنا بطوله افريقيا، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه. وانا بتكلم معاك قبل الهوا كان انت قلت لي ليها تجربه في الدوري السعودي، تجربه انت كنت سعيد بيها، كنت فرحان بيها. قبل ما نروح لها برضو كلمني بقى عن يعني، وقفنا عند النادي الاهلي وانت دخلت، وكان عندك رهبه كبيره جدا. الرهبه دي اتكسرت بالنجوم اللي قبلوك بشكل كويس، بالاسره اللي انت شفتها. كلمني بقى بعد كده على المباريات، بدأت تشارك بشكل أساسي، بدأ المشكلة شوية مش مشكلة، بدأت ما بتشاركش، شفت الحتة دي إزاي في أول 3-4 شهور في النادي الأهلي؟ بص يا كابتن، في الأول أصلا أنا دخولي النادي الأهلي يعني ما أنا كنتش محظوظ شوية في حتة إن كان في على الصفقة ضجة كبيرة جدا، وكان في مشاكل وكان في وقف، وكان في الموضوع يعني ما كانش سهل بالظبط، الموضوع كان صعب جدا، فما كنتش محظوظ للأسف يعني. كنت كان لسه سني صغير يعني، كان تقريبا عندي 21 سنة. في المشاكل، محيط بالمشاكل والكلام ده كله في نادي كبير زي النادي الأهلي، فأكيد طبعا يعني كنت أتمنى إن أنا أدخل النادي الأهلي بدون أي مشاكل وبدون أي وقف والكلام ده كله، طبعا عشان موضوع الأهلي والزمالك والكلام ده كله. بس طبعا يعني الحمد لله مع الوقت عديت بالظبط. انا حتى في اوضه اللبس اول يوم يعني ماسك المصحف يعني تقريبا قريت القران كله. كابتن احمد فتحي وكابتن عماد متعب راح جولي وبتاع، قلت يلا يا ابني التمرين هيبدا. فقعد يتكلموا معايا وقال بصراحه يعني اللعيبه كبار جدا، اتكلموا معايا بشكل كبير. ويعني انا شايف في الاوضه كابتن حسام غالي، كابتن شريف اكرامي، كابتن عماد متعب، كابتن محمد نجيب، يعني كابتن احمد فتحي، ناس انا تاريخ يعني، لعيبه قيمه كبيره كبار. فطبعا في رهبه، لكن زي ما قلت يعني اوضه اللبس في النادي الاهلي مختلفه جدا والله بجد يعني، بيحسوك ان انت فعلا واحد منهم، واحد يعني اخوهم صغير. فده يعني الحمد لله ساعدني بشكل كبير ان انا موضوع الرهبه ده يخلص من عندي. والحمد لله بدات بقى ايه، اول مباراه ليا كانت في اسبانيا مع فريق اختافي. الحمد لله اديت بشكل كويس جدا وظهرت بشكل كويس. بعدها كمان كان في بقى عندنا مشاكل، ما كنتش محظوظ خالص، ما اعرفش بقى اتحسدت ولا ايه، فان كان في بقى تغيير مدربين الفتره دي. فتره كان في تغيير مدربين بشكل بالظبط. طبعا كان في لعيبه اسماء تقيله جدا هم اللي بيلعبوا بشكل اساسي، فكان المدرب اللي بيجي هو مصر على اللعيبه اللي بتلعب، اللعيبه اللي جاهزه. فده طبعا يعني بالنسبه لي قابلت سوء توفيق كبير جدا ان انا ما قدرتش اشارك تقريبا عدد دقائق قليل جدا، وما لعبتش تقريبا غير ماتش واحد بس اساسي في كاس مصر. والحمد لله قدرت ان انا اجيب فيه جولين، كسبنا 3-0. الميزه فيك يا احمد انك حتى لما بتغيب وبتنزل
يعني توفيق طبعا ربنا، لكن كمان انت ربنا بتعمل شكل كويس بالظبط يا كابتن. يعني الحمد لله ماتشات كتير طول ما الواحد يا كابتن بيتعب وبيجتهد والله بجد يعني ربنا هيكرمك في اي وقت. دي اهم حاجه ان الواحد يشتغل على نفسه ويشوف هو مقصر في ايه، يشوف هو محتاج ايه يزوده. فاكيد ما فيش غير التمرين. يعني حتى انت لو متضايق او زعلان او محبط بالظبط او محبط او اي حاجه او في اي حاجه طاقه سلبيه مش هتطلعها غير التمرين. وده فعلا اتعلمته من اللعيبه الكبار اللي موجودين في النادي الاهلي والله العظيم بجد. يعني يمكن اول سنه اول فتره كنت بزعل شويه بطقمس بتاع يعني مش فاهم كنت بتقول يعني كنت بتعبر عن استيائك ده ولا خالص. لا كنت عمري ما رحت قلت مثلا مدرب انا عايز العب انا ليه ما العبش. لا ممكن يعني يوم ما اتكلم مع مدرب اللي انا محتاجه عشان العب وبس ايه اللي انا ممكن اقدر ازوده عشان اقدر ان العب. انا في الاول في الاخر انا موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي بس انا عايز العب. يعني انا لاعب كوره، اسمي لاعب كوره مش موظف. فعشان كده يعني بس اكيد كنت بتفضفض مع اصحابك اكيد طبعا زمايلك اكيد ومنهم الكابتن حسين السيد اللي معانا على التليفون صح؟ طبعا اخويا وحبيب ايه الو الو بتضحك على ايه يا كابتن؟ لا عم اسمع كلام بس الشيخ كان بيقعد يشتكي لك كان بيقعد يشتكي لك كابتن حسين السيد احنا الاثنين بنقعد نشتكي لبعض صح؟ كنا نقعد بص احنا كنا نقعد نفضفض كتير بقى يجيب همه على همي وشحيه لك كابتن هاني كل سنه وانت طيب يا حبيبي عيد سعيد عليك وعلى العيله كل سنه وانت طيب يا كابتن كل سنه وانت طيب ربنا يخليك يا كابتن هاني ربنا يخليك يا مرض ولما بتفتكروا الايام دي دلوقتي بتقعدوا تقولوا ايه؟ والله احنا الايام دي بتبقى مثلا بتبقى ذكرى يعني حتى لما بنبطل كوره بنقعد نفتكر الايام دي حاجه هي دي اللي بتبقى لنا يعني ايامنا وذكرياتنا وحياتنا واللي عملناه في تاريخنا في الكوره فالحاجات دي اللي بتبقى لنا يعني احسن حاجه في الكوره انك بتكسب صاحب بعد الكوره بتكسب صديق او اخ بيبقى معاك طول العمر هي ده بحس المكسب اللي بقى الكبير يعني من الكوره والشيخ ده اخويا وعشره عمري وجد والله مش عشان قدام في برنامج ده بس هو اخويا واهلهم واهلي كلنا مع بعض ومبسوط ان ليه اخ زي الشيخ والله حبيبي يا سحس انا مش هقطع فيك يعني بص بعد الكلام الحلو هقطع ولا بعد الكلام الحلو لما لقى الكلام ده قالك بس خلاص انا عليك لا حسين يعني بجد هو قال حاجه فعلا يعني الكوره ممكن اصدقاء الكوره ما يكونوش كتير يعني يعني العدد بيكون قليل جدا لكن حسين مش بس صديق لا ده بجد اخويا واهلي يعني اهله هو اهله هو اهلي ويعني بجد يعني في علاقه بينا كبيره جدا وحتى كمان يعني مراتي صاحبه مراته جدا يعني في جو اسريه بالظبط يعني امي كمان امي بتحبه جدا يعني معتبراه والله بجد معتبراه بتدعي له يعني زي ما بتدعي لي بجد والله العظيم يعني شفتنا كابتن هاني قبل كده خلي بالك لا بجد فعلا عايزه مصلحتكم هتموته والله العظيم قبل كده قبل ما تعرفه هي مش عارفه ان حسين انا وحسين واحنا صغيرين نعرف بعض يعني واحنا في منتخب شمال الصعيد هو من المنيا وانا من بني سويف فكنا بنتقابل في تجمع بقى المنتخبات وكده فكنا اصحاب فلما كبرنا بقى وهو بيلعب في الاهلي وانا بلعب في المقص اول سنه ليا اول ماتش بين الاهلي في كوره كده على الخط ضربني ورحت واقع خدت فاول فراح وهو بيرجع هو قاصد راح داس على داس على دماغي والله العظيم يا كابتن كنت كان هيعورني بس يعني كابتناني والله بس عشان حبيبي انا تقصد ولا ما تقصدش خلاص الموضوع عدى بس قول الحقيقه تقصد ولا ما تقصدش تكذب لا والله العظيم يا كابتن كنت اتردت على طول كنت هضربه في دماغي يعني لا مش للدرجه دي مش للدرجه دي مش هنسيء الظن بس فأمي بقى طبعا يعني أمي بقى أنت عارف بتفرج وشايفة ابنها بيتضرب قالت لي أنا مسكت ودي هموته والله العظيم كابتن حسين وأنت في المقصة كان كابتن أحمد موجود ولا ما كانش لسه جه؟ لا ما كانش لسه جه ما كانش لسه جه بقى كان في سويف بعد كده لما أنا رجعت النادي فهو كان جه بعدها على لا بس هو الشيخ بتمنى له كل التوفيق الفتره الجايه وفي بطوله افريقيا ان شاء الله يبقى من نصيبنا يا رب وتبقى بطوله كده باذن الله اول بطوله تبقى في تاريخه في بطوله القاره الافريقيه دي ان شاء الله يعني احنا باذن الله قدها وقريبين منها ان شاء الله جدا جدا والفريق ان شاء الله باذن الله مستر فايلر
احنا واثقين ان ان شاء الله تبقى البطوله بتاعت الاهلي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق. ترجع لنا بالسلامه يا سحسن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك حبيبي باذن الله. كل سنه وانت طيب واسرتك طيبه يا حسين، وان شاء الله ترجع بالف سلامه ان شاء الله. بس ما شاء الله يعني القناه ما شاء الله حاجه جميله وحاجه تفرح، والواحد فخور ان بيشوف حاجه جديده زي كده بالجمال ده. والله تابعت الافتتاح ومنور الشاشه. شوف كل حاجه والله. بس ما شاء الله حاجه تفرح وحاجه بتليق بالنادي الاهلي طبعا، والواحد فخور بالقناه زي دي بصراحه. انت نورتنا وان شاء الله تشرفنا قريب. نجوم كبار ان شاء الله. لازم يجي ان شاء الله. لازم لازم تنورنا يا سحر في بيتك الكبير يا كابتن. طبعا طبعا طبعا. واتمنى لك كل التوفيق يا رب كده تبقى نجاح نجاح طيب يا رب ان شاء الله. كل سنة شكرا ليك يا كابتن. كل سنه وانت طيب. طيب ماشي يا ابو حميد. وقفنا عند النادي الاهلي والرهبه، وانت للاسف كان حظك وحش في الفتره الاولانيه، وكان في بعض المشاكل اثرت عليك، تغيير المدربين، وبعدين تغيير المدربين، عدد مشاركه قليله. طلعت بعديها على طول على السعوديه. لا رجعت المقصه. رجعت المقصه. عملت بقى اللي هو الريكورد الحمد لله ده. بعد كده رجعت النادي الاهلي. طبعا كان جاي لي بقى عروض يعني كتيره جدا وكبيره جدا. كنت حاسس ان الموضوع صعب لما رجعت تاني مصر المقاصه، ان انا ارجع النادي الاهلي يعني. لا ما فكره ان انت يعني لا طب كنت بالنسبه لي فعلا كنت حاسس ان يعني خلاص بقى الناس فيه هيبقى سبوت عليا. الناس مستنيه بقى تشوف هل فعلا انت تستاهل ولا انت مش مظلوم والكلام ده كله، وفعلا المدربين اتغيرت عليك عندهم حق. فدي طبعا كنت حاططها قدامي كده، ان انا يعني قبل ما اثبت نفسي للناس، لا اثبت نفسي ليا انا الاول ان انا اقدر. بعد كده الناس هتشوف بقى فعلا اذا كنت استحق ان انا اكون موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي ولا لا. والحمد لله ده اللي انا اشتغلت عليه. ومع اول كنت من نجوم الدوري اول يوم بفضل الله. الحمد لله يعني. واول يوم ليا الديل خلص يعني مع نادي مصر المقاصه. في بدايه الموسم طبعا احنا بنبقى في الفرق كلها بتستعد في معسكرات، فكلمت طبعا كابتن ايهاب. هو طبعا فاكر بقى ان انا مستني اخد اجازه، اخد طبعا بنلحم المواسم مع بعض، فبيبقى في فتره اجازه يعني. فهو فاكر ان انا بكلمه عشان اطلب اجازه. فبقول له يا كابتن انا عايز اتمرن والله بجد يا كابتن. فهو حتى مش مصدق يعني، هو بيقول لي لا اخد اجازه اسبوع وابقى تعالى لنا على المعسكر. قلت له يا كابتن انا بعد اذنك عايز اتمرن. انا جاهز. انا جاهز. انا عنده تحدي واضح. كان عنده تحدي وهدف. عايز يبدا من اول ساعه. وده الحمد لله انا اشتغلت عليه مع الكابتن اياب والجهاز الفني، وهو بقى يعني عامل معايا حاجه يعني كبيره جدا بالنسبه لنا يعني. هو اتكلم معايا شال من عليا ضغوط كبيره جدا جدا جدا. كان بيقول لك ايه؟ تخيل يعني اول كلامه ليا قبل اول ماتش في الدوري كان قدام طنطا، انا فاكر اليوم ده بالظبط يعني. فقال لي انا مش محتاج منك ان انت تظهر بالشكل اللي كنت عليه، دي حاجه. الحاجه الثانيه مش محتاج منك انت تجيب جوان. فهو خلى ان خلاص الضغوط اللي انا بفكر فيها ان انا عايز انزل اثبت نفسي واجيب جوان ما تفكرش فيها ولا تركز معايا. فيها خالص. وده فرق معايا بشكل مش طبيعي. انا نازل الماتش والله بجد يعني في دماغي ان انا اظهر بشكل كويس مع زمايلي اللي في الملعب ونكسب، ده اهم حاجه. ولما والمكسب كمان بيخلي الشكل العام للعيبه كلها كويس. فاول ماتش ده الحمد لله جاب جون وعامل جون وعملت ماتش مش طبيعي. ما شاء الله. اول اربع ماتشات جايب ست جوال ما شاء الله، وعامل اربع اهداف اسيست. فالكابتن ايهاب هو جاي لي بقى بعد كده قال لي ده اللي انا كنت عايزه منك. بس اكيد مش هطلبك بيه ان انت تعمله يعني انت مستواك تعمل الحاجات دي كلها، بس انا مش هطلبك. لو انا طلبته منك يبقى انا بحطك تحت ضغط اكتر من الضغوط اللي عندك. ده حقيقي. مش هتعمل اي حاجه. ده طبعا طبعا مهم جدا يا احمد. وانا اعتقد في لعيبه يعني بتاخد الكلام ده معاها الملعب. ودور المدرب ان يشيل الكلام ده يعني. انا على سبيل المثال من خلال رؤيتي كواحد يعني كنت يعني مدرب وشايف كبير. مدرب كبير يا كابتن. لا ربنا يخليك. كنت شايف حسين شحات لما رجع النادي الاهلي شايل الحته دي على كتافه شويه. دي حقيقه. ان هو الناس بتتكلم حسين بمبلغ فلان فبدا يشيل الجزء ده على كتافه ونازل الملعب. دي حقيقه. وبدا الدنيا حاسس خدت معاه فتره كمان. ده حقيقي. اتكلم معاك في النقطه دي. طبعا. وانا اتكلمت معاه لان انا مريت بنفس الظروف يعني. لكن اصل احنا يا كابتن احنا بشر،
فما تقنعنيش ان انت ما بتفكرش في الحاجات اللي حواليك. مستحيل يعني مستحيل. طالما بتسمع وطالما حصلت مواقف اكيد خلاص انت حاططها في دماغك. ازاي بقى تقدر تخرجها؟ دي طبعا دي بقى مع الخبره، مع حد كبير يتكلم معاك بشكل مستمر. الحاجات دي مع الوقت طبعا كان حسين اتكلم معاك يعني هو كان شايل. قلت له اللي حصل معايا بالظبط قلت له والحمد لله رب العالمين. والله العظيم بجد يا كابتن كنت من اسعد الناس لما حسين بدا الموضوع يمشي معاه بشكل كويس ويبدا بقى يجيب اهداف ومستواه، مش بس الاهداف لا مستواه بدا يعني يرجع زي ما كان. على فكره احمد مش يرجع، هو كان زي ما بقول لك هو شايل ده على كتفه. والجماهير عنده كمان الجمهور عموما يعني في مصر يعني الجمهور عاطفي شويه، لما بيحبوا لعيب او بيستنوا مستنيين بقى منه ان هو بجد يعني لازم يعمل كل حاجه. الناس طبعا الناس الجمهور مش هيفهموا او مش هيتقبلوا ان لا في ضغوط. حسين برده جايب رقم كبير زي ما الناس بتقول، مستني هو عايز يعمل حاجه جايين عشان جايبينه عشان طبعا يساعد اللعيبه في ان احنا ناخد افريقيا. فكل دي طبعا ضغوطات كبيره وامال برده عند والجمهور برده في الاول معذور يعني هو جايبين لعيب كبير عشان خاطر لا بس والله يا أفريقيا. انت عارف الجماهير بدات تفهم شويه. انا كنت مبسوط بجد والله فعلا في ناس من الجمهور لا احنا معاك يا حسين احنا بندعمك هترجع احسن من الاول. وبجد انا الجمهور من النوعيه دي انا بحبهم جدا يعني انا طبعا انا بزعلش من حد يعني انا شخصيا لما في جمهور بينتقدني انا والله ما بزعل منه. طول ما الانتقاد ده او النقد ده في الكوره بس انا بزعلش. لكن النقد ان هو يوصل بقى حياتي الشخصيه اموري انا حاجه تفاصيل لا ما انا ما تحبوش بالظبط ما اسمحش لاي حد لان لو في الاخر انت مش احسن مني. انا تعبت وشقيت وربنا يعلم بالواحد كان اللي بيحصل له عشان اوصل اللي انا فيه ده. بس لكن طبعا الجمهور ليه حق كبير جدا ان هو ينتقد اللعيبه كلها. فيش حد فوق فيش لعيب في الدنيا كلها فوق النقد يعني اعظم لعيبه في العالم الجمهور بينتقده. فده طبيعي وده دي ضريبه ان انت موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي بجمهور كبير جدا وانت مفتقد الجماهير ديت في الملعب دلوقتي يعني رغم انه بيكون في ضغوط على اللعيب لكن بتلعبوا ماتشات بدون جماهير بدون واعتقد جماهير بتبقى بنحس الماتشات وديه اصلا يعني احنا دي حقيقه بجد الجمهور ده بيفرق مش طبيعي بجد يعني اقرب مثال مثلا ماتش سان داونز اللي كان هنا في مصر كان هنا في مصر لا بجد يا جدعان احنا نازلين داخلين الملعب مش الجمهور مش طبيعي والله العظيم بجد مقفل الاستاد اللعيبه بتاع سان داونز اصلا رايحين يتصوروا مع الجمهور مش مصدقين مش يعني مش مستوعبين ان في جمهور كده بجد هو فما بالك بقى ان الجمهور ده موجود كل ماتش حقيقي فده اللي كان بيفرق كمان تشجيعه مع بيفرق. الاجيال احنا قلنا الكلام ده يمكن امبارح ده اللي فرق مع الاجيال اللي قبل كده طبعا ده اللي فرق معاهم مليون في المية يعني انت احنا هنرجع نتكلم عن تجربتك مع الاتفاق السعودي بس انا عايزه الاول اعرف انت علاقتك باصحابك كويسه ولا عامله ازاي؟ الحمد لله لحد ما خفت الى حد ما هنعرف بقى الى حد ما ولا مش الى حد ما. اتفضل احمد حبيبي منور الدنيا في ليله العيد ويعني اجمل حاجه في ليله العيد انك تكون موجود ضيف في قناه النادي الاهلي قناه نادينا العظيم اللي عامله حاله كبيره جدا في الشارع المصري بعد التطوير الكبير اللي حصل في القناه والافتتاح الرائع اللي مستمر على مدار بقاله اكتر من 3 او 4 ايام. يمكن عايز اقول لاحمد ان احنا مبسوطين جدا كاصدقاء في الفتره دي لان الحمد لله ردود الافعال الشارع الرياضي كله على مستوى احمد اللي رجع بيه بعد التوقف ردود افعال طيبه جدا. كل سنه وانتم طيبين. مبروك قناه الاهلي دايما من نجاح لنجاح. احمد انت اكتر من اخ الصراحه. ربنا يكرمك دايما. انا شايفك الفتره اللي فاتت دي انت كنت قافل على نفسك جدا ومركز جدا جدا. ربنا يكرمك دايما ويوفقك ويبعد عنك اي اصابات. كابتن احمد الشيخ مساء الفل عليك. انا بس عايز اوصل لك رساله. انت لعيب محترم. انا تعاملت معاك من حوالي سنتين قابلتك في النادي. انت من اللعيبه الاخلاق عاليه جدا اللي انا تعاملت معاها على المستوى الشخصي وبحبك جدا. انت عليك مسؤوليه كبيره جدا في النادي الاهلي. تيشيرت الاهلي مش سهل بس انت قدها وقدود. كابتن احمد الشيخ ربنا يوفقك
بكرمك اعتل مهاجم مصر اخويا حبيب قلبي. كل سنه وانت طيب يا شيخ. مستنيينك تكسر الدنيا في الاهلي الموسم الجاي. وخف على الناس في الفيفا شويه يا شيخ. كابتن هاني حبيبي. حبيبي. ايه رايك في الكلام ده؟ لا دول حبايبي، يعني انتوا جايبين ناس حبايبي، انا خفت والله من السؤال. لا طبعا يعني دول من اقرب الناس ليا، اصدقائي. انا بحبهم جدا وبشكرهم طبعا على كلامهم الجميل ده. وامح كان عايز يخش تاني النهارده معانا. امح ده حبيبي. لا حاجه جميله بصراحه، شخصيه جميله وشخصيه بحبها جدا، وهو يعني ابيض خالص. وخلي بالك انا عارف ان دعواته يعني وانتوا بتحبوا مستجاب. دايما مستجابه. وهو معظم لعيبه الكره حتى اللعبه كلها فعلا بتحبه يعني. طيب احمد، الملف الاحترافي شويه، وانت طلعت الاتفاق السعودي، طلعت تقريبا اعاره 6 شهور. كلمنا برضو عن التجربه ديت، وانت كنت شايفها ازاي؟ الحمد لله طبعا كانت تجربه ناجحه جدا بالنسبه لي، يعني كنت رايح في وسط الموسم، وكان الاتفاق بيمر فتره صعبه جدا. نادي الاتفاق طبعا نادي كبير طبعا، لكن كان الفتره دي بيمر فتره صعبه، ان هو كان مركز ال 12، ده كان الرابع من تحت، وكان موقف صعب جدا، وكان وقتها خلاص دور اول خلص، والدور الثاني لازم يعني عدد ماتشات معين كبير كمان، يعني كان تقريبا 12 ماتش لازم يكسبوا تقريبا 8 أو 9. انت رحت مع بدايه الدور الثاني؟ انا رحت مع بدايه الدور الثاني في شهر 1. فطبعا موقف صعب، وانا اول تجربه ليا في كاحتراف في السعوديه. فطبعا يعني اتمنيت من ربنا ان هو يوفقني في المرحله دي، هتكون صعبه جدا بالنسبه لي، لازم انجح فيها، ولازم كمان نجاحي هيكون من خلال النادي، ان هو يقعد في الدوري السعودي ويقعد بشكل كويس. والحمد لله اللي حصل، يعني اول ماتشات لينا بفضل الله، يعني اول ماتش ليا قدرت ان انا اجيب هدف الفوز، والحمد لله دايماً يعني البدايه بجول دي بتفرق جدا. هي دي اللي بتتعلم مع الناس، فالحمد لله مشينا بشكل كويس جدا، كسبنا 7 ماتشات ورا بعض ما شاء الله، ادينا بشكل يعني الناس ما كانتش مصدقه، بس طبعا مع مجلس الاداره بصراحه دعم لعيبه كويسه جدا، يعني كان معايا فخر الدين بن يوسف. لا كان معانا فخر الدين بن يوسف، رحنا 3 لعيبه وحسين السيد جالنا في الاخر. حسين جه في الاخر جالنا في شهر 1، بس في اخر يعني بعد 3 أو 4 ماتشات لعبناه. كان معانا فخر الدين التونسي، وكان معانا رئيس مبولحي اللي هو الحارس الجزائري الدولي، وكان معانا لاعب تاني برضو لاتيني. ف عنده شويه يعني بشكل كويس بالظبط. كان في تدعيم كبير جدا، والحمد لله مع اللعيبه كمان، لعيبه مميزه جدا، بس كان في سوء توفيق طبعا، ده اللي كان ملازمهم. لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نعدي الفتره دي، وظهرنا بشكل كويس جدا. لعبنا فرق كبيره كمان، احنا كسبنا الهلال. الهلال هناك عامل زي الاهلي كده. طبعا ما بيتغلبش هناك، فالحمد لله عملنا ماتش كبير جدا معاه، وكمان الماتش ده بالنسبه لي مش هقدر انساه. يعني عملت ماتش عمري، يعني الماتش ده كل فتره بتفرج عليه 90 دقيقه ما بزهقش منها. ما في ماتشات كده بتحس ان بتعمل فيها كل حاجه. بالظبط والله يا كابتن، وعملت فعلا كل حاجه الحمد لله، وقدرت ان انا يعني الجول الفوز انا عملته الحمد لله، عملت صنعته للكويكبي. كسبته كام؟ كسبنا 2-1 الحمد لله، ملعب كنا هنضيع منهم الدوري. والله وكان اخر ماتشين، يعني كان ماتش احنا الماتش اللي قبل الاخير مع الهلال. أوكي. لو كسب خلاص خد الدوري، ضمن الدوري. ضمن الدوري قبل نهايته اخر ماتش. اوكي. والاهلي كان هو اللي بينافس معاه، كان نفس النقط، عدد النقط زي بعض. طبعا احنا كسبنا الهلال الهلال والاهلي كسب او تعادل مش فاكر يعني، بس النقط قربوا من بعض جدا يعني. اوكي. فالموقف كان صعب جدا بالنسبه لجمهور الهلال طبعا، والحمد لله يعني. بس كانت فترة يعني مهمة وصعبة جدا. طبعا احنا مفنشين يعني، احنا نهينا الدوري مركز رابع، ودي حاجة كويسة جدا ان احنا كنا فين وبقينا فين. كانوا هيلعبوا اسيا، بس لو كان فريق من الاربعة التوب خد الكاس، يعني هناك النظام اول وتاني بيلعبوا على طول اسيا على طول، والتالت بيبقى معاهم. لو حد منهم واخد الكاس بالظبط، لو حد منهم واخد الكاس الرابع هو اللي بيدخل على طول دايركت.
للاسف ما فيش حد منهم خد الكاس، فرقه الفيصلي على ما اعتقد او الاتحاد، مش فاكر يعني مين اللي خد الكاس بالظبط. فللاسف يعني ما قدرناش ان احنا نشارك في اسيا يعني. طيب احمد الشيخ علاقته ايه بفايلر؟ علاقته ايه بالجهاز الفني المعاون؟ هنعرف ده بعد الفصل. رجعنا مع حضراتكم، مرحبين بيك يا ابو حميد. حبيبي يا كابتن مصطفى، معلش سهرناك احنا عارفين. حبيبي، لكن منورنا ومنور بيتك البيت الكبير. احمد، مريت بحاجات كتير قوي يعني، مريت انت بتجارب كتيره جدا جدا من وانت صغير لغايه انتقالات لغايه الاتفاق السعودي ورجعت بيتك تاني لبيت النادي الاهلي. الفتره دي شايفها ازاي؟ الفتره القريبه دي تعاملك مع فايلر ازاي، مع الجهاز المعاون؟ انت قلت لي طبعا مع اللعيبه على اعلى مستوى ما فيش مشكله، لكن فايلر معاك ازاي ومع بقيه اللعيبه كمان ازاي؟ يعني ده مهم قوي. هو كل مرحله الواحد بيخوض فيها لازم يتعلم منها، اذا كانت بالايجاب او لا قدر الله بالسلب، لازم الواحد بيتعلم من اي حاجه بيعيش فيها. وده الحمد لله ان انا بقدر ان انا يعني تأقلم نفسك، اتأقلم نفسي واتعلم من اخطائي، اشوف ايه السلبيات والكلام ده كله واحاول اشتغل عليها كلاعب الكره. مهم جدا التفاصيل دي. وبالنسبه برضو لموضوع التفاصيل، مستر فايرا ما بيسيبش اي تفاصيل صغيره يعني كل تفصيله صغيره بيدقق فيها وفعلا بجد يعني التفاصيل الصغيره دي بتفرق جدا مع لعيبه الكوره عموما. وده اللي كان برضو بيتكلم فيها الكابتن ايهاب جلال، التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا طبعًا. حتى في الماتشات الوديه يا احمد يعني بيحصل في التمرين، مش في التمرين يعني في حاجات ممكن بنعملها يعني مثلا ميعاد التمرين، هو الراجل مثلا بيتكلم ان لازم ميعاد التمرين يكون في ميعاد الماتش، وده اللي كابتن ايهاب كان بيعمله برضو سبحان الله يعني نفس عشان تاخد احساسك والجسم يتعود على نفسك الجسم كده. لان طبعا يعني النهارده 9:30 يعني 9:30 لو هنلعب مثلا الماتش ده الساعه 9 يبقى الاسبوع كله بنتمرن الساعه 9 ما ناكلش في ميعاد الماتش، بنصحى بدري يعني مثلا لو هنفطر الساعه 10 لازم نصحى. كل طبعا كل لعيبه كبار ولعيبه محترفه، فاكيد كل لاعب فاهمين طبعا بالظبط فاهم هو بيعمل ايه فطبعا الحاجات دي مهمه جدا وبتفرق جدا فعلا يعني. خاصه احنا عمل معانا كده لما رحنا سان داونز الماتشين اللي احنا لعبناهم دول، رحنا قبل التاني ماتش رحنا قبلها باسبوع تقريبا او بخمس ست ايام يعني، فرق معانا جدا دي حقيقه. هو عكس الماتش الاولاني عيشوا بالظبط يوم الماتش هيحصل ايه وبدا يعيشوا نفس النظام بالظبط، الجو الحر الرطوبه امتى الاكل امتى النوم بالظبط، الحاجات دي على اساس تبقى يوم الماتش مستعد مستعد بشكل كبير يعني. في الحقيقه طبعا بيكون في نسبه ملل لان طبعا انت عارف يا كابتن في افريقيا طبيعي. الوضع بيبقى طبيعي. في رطوبة عالية، مفيش أصلا أكسجين، الحاجات دي كلها الأكل الكلام ده كله طبعا بيكون في يعني متغيرات كتيرة. لكن طبعا احنا في الأول وفي الآخر لعيبة محترفة ولازم هنرضى بالواقع ولازم احنا جايين لهدف. والحمد لله يعني قدرنا في الفترة اللي احنا قعدنا فيها في جنوب أفريقيا استفدنا من لحد يوم الماتش. احنا الحمد لله بنلعب كاننا يعني عايشين في البلد دي بقالنا كتير يعني، والحمد لله ادينا ماتش كبير جدا وصعدنا. لعبتوا ماتشين يعني ماتشات الوديه ان الاهلي لعبتوا مع سموحه، لعبنا سموحه مع الجونه انت شاركت طبعا في الماتشين واحرزت اعتقد هدف. لا ما احرزتش، بس عملت يعني عملت اسيست. في ماتش تالت جاي كنا سامعين يعني كنت سامع ان ممكن لحد دلوقتي لسه يعني لحد دلوقتي ما مش عارفين ممكن البرنامج هيكون ايه بعد العيد. أوكي. احنا واخدين اجازه يومين وهنرجع ان شاء الله نشتغل تالت يوم العيد وهنشوف بقى اذا كان في هل ممكن هيكون في ماتش قبل ماتش الدوري، لان ماتش الدوري يوم 9 يوم 9 مع انبي بس العدد التنازلي بالظبط. فما مش عارف يعني على ما اعتقد هنعرف بقى لما نرجع اذا كان في ممكن ماتش ودي يبقى الوقت ممكن الوقت يبقى ضيق بالظبط يعني احنا نرجع يوم 2 او يوم 3 فهيبقى في ناقص حوالي باقي 6 ايام ولا 5 ايام ما اعتقدش ممكن هو لان هو بيحب لان هو بيحب كمان يبقى في فتره يقدر
يشتغل فيها بالظبط يشتغل فيها وبيحب الحاجات اللي زي كده. بس انتوا عملتوا ماتشين وديين مهمين يعني طبعا في كل الاحوال. وبعدين يعني خلاص احنا بنستعد اليوم 9 مع انبي. انا عايزاك تقول الو تاني اختبار تاني. لا مش اختبار قوي، دي سهله جدا بالنسبه لك. والله اتمنى. الو الو ايوه حبيبي اسلام اخويا صح؟ اسلام يا لومة حبيبي حبيبي يا لومة. طبعا في البداية احب امسي على حضراتكم واقول لكم انكم طيبين. وانت طيب يا رب. طيب يا سلام. وابارك لكم طبعا على القناة الرائعة دلوقتي. الله يبارك فيك. رائعة جدا بجد، فحاجة فخمة جدا. حبيبي يا احمد منور. حبيبي يا لومة نورنا يا حبيبي. كل استعانة وانت طيب يا اسلام. و طيب يا كابتن احمد ويا شقيق حبيبي. شقيقك اصغر مني بسنتين. سنتين بيلعب كوره. كان بيلعب كوره بس طبعا جات له اصابه. بيلعب فين؟ في رجله. كان في تليفونات بني سويف برضه. احنا محتلين اوكي التليفونات. يعني ده يعني حتى برضه عندي اخويا مصطفى وعندي برضه اخويا عبد الله بيلعب كوره، فكلهم ان شاء الله تليفونات بني سويف. طب يعني ان شاء الله برضه نفس مشوارك كده بس يعني بالظبط يبقى اسرع شويه. ان شاء الله يا رب يكونوا احسن مني ان شاء الله. لا ربنا يكرمك يا رب. فوقكم كلكم يا رب. احمد هادي كده يا اسلام وصوته واطي كده في البيت ايه؟ احمد هادي جدا. يعني هو متخيل. لا هو هادي جدا وما بيتكلمش كتير. وقريب مننا جدا بقى. يعني عايز اقول لك اصلا يعني احمد قريب مني جدا وبيحكي لي على كل حاجه. فبجد لا وانا مبسوط منه الفتره دي بجد. شفت الماتشين اصلا الاخرين بالدقيقتين دول كان عامل متالق جدا. فانا بتمنى طبعا ان هو يستمر زي ما هو كده ان شاء الله. ان شاء الله. والقصه الجديده عامله شغل. بس حمدي المرغني احلى برضه. طبعا هما الاثنين اخوات بقى مش كده. لا نيو لوك هايل. نتمنى لك طبعا التوفيق. وكنا نتمنى تبقى لعيب كوره لكن الاصابه، لكن واضح ان الاسره ان شاء الله في جاي في كذا احمد الشيخ جاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم يا رب يا اسلام. شكرا ليك وكل سنه وانت طيب. فاضل دقيقتين. طيب الدقيقتين دول تحب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ جماهير النادي الاهلي حابه تسمع منك حاجه يعني. قال لهم طبعا الاول كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير يا رب. وبتمنى طبعا ان هم يكونوا يعني كالعاده زي ما بيدعموا النادي ويدعموا اللعيبه ان هم يكونوا على طول في ظهر اللعيبه. الفتره اللي احنا داخلين عليها دي ان شاء الله تكون فتره صعبه ومهمه جدا في النادي، واتمنى ان هم يكونوا في ظهرنا ويساندوا اللعيبه كلها، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونفرحهم باذن الله ببطوله افريقيا الغاليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وهم كمان مستنيين الكثير منك يا احمد، لانك عارف لو مش لعيب بروميسنج او مش لعيب موهوب عندنا للاسف الموهبه قليله شويه. انت من اللعيبه الموهوبه وكمان الجماهير مستنيه. عارفه احمد الشيخ لما يكون في حالته الكويسه، عارفه احمد الشيخ لما بيكون جعان، عارفه الكلام ده، فمنتظرين منك دوت وعارفين انك على ان شاء الله على قدر المسؤوليه. احمد الشيخ ينزل في الدقيقه 50 ان شاء الله، ربنا هيكرمه، يبدا من اول ماتش ربنا هيكرمه، ينزل في الدقيقه 90 ربنا هيكرمه. فده اللي تشتغل عليه وده اللي منتظره جماهير النادي الاهلي منك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تحت امر جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. نورت بيتك الكبير. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. انا كنت مبسوط جدا والله ان انا كنت موجود معاكم النهارده، واتمنى ان الحلقه تعجب الناس كلها كالعاده. يعني كل يوم ما شاء الله حلقه احسن من اللي قبلها. وبتمنى لكم التوفيق وبتمنى لقصه القناه التوفيق ان شاء الله. شكرا ليك يا كابتن. شكرا ليك. شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين، وليله العيد ليله سعيده يا رب علينا كلنا. افتكر انه في صلاه عيد يعني. هنصلي العيد بقى المره دي وهنذبح، وان شاء الله يكون يا رب يعدي علينا بسلام وامان، ودايما مصر في سلام وامان. كل سنه وانتم طيبين يا رب. اتفضل.